الحركة على الكل بيشوفونا في كل مكان. مشاهدينا النهاردة حلقتنا الحقيقة هنتكلم فيها عن حاجة كده بسيطة جدا جدا، وهي الكلمة. أما بنقول كلمة، الكلمة دي بنبقى حاسين إن هي شيء بسيط جدا، لكن الحقيقة الكلمة دي ممكن تبقى سلاح قوي جدا جدا، ممكن تبقى سلاح تخلي العلاقات بين الناس حلوة قوي، ممكن تبقى سلاح تفرق خالص بين العلاقات وبين الناس. يعني الكلمة دي ممكن تبقى خير، ممكن تبقى شر. بس الجميل مش بتبقى خير وشر بس للإنسان اللي احنا بنقول له الكلمة دي، ممكن تبقى خير وشر للإنسان نفسه. هنعرف طبعا ده ازاي. اما بنبقى في اي حوار بين اي اتنين او بين اي مجموعة، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الكلمات. المجموعة من الكلمات دي هي اللي بتخلينا نقول في حوار، في تواصل، في تفاهم بين الناس، بنفهم بيهم الناس. النهاردة بقى الحقيقة هنتكلم عن الكلمة، وهنربطها انه الكلمة دي هي اللي بتعمل الحوار، وهي اللي بتعبر عن الفكر، وهي اللي بتعبر كمان عن النوايا. يعني موضوع كده داخل في بعضه كتير قوي، الكلمة والأفكار والنوايا، هنفهم ازاي نربطهم ببعض. وخاصة احنا في الشهر الفضيل ده بنقول يا رب كل يوم في الثلاثين يوم دول كل إنسان بينه كده وبين نفسه يحاول هو يقعد مع نفسه، يحاول يقول أنا هبقى أحسن بكرة في حاجة. كل واحد عارف الطباع اللي عنده، كل واحد عارف المشاكل النفسية اللي عنده، ممكن يواجهها إزاي، ممكن يحسنها إزاي. نضيف بقى كل يوم، نضيف كل يوم في الشهر الفضيل والكريم ده حاجة جميلة لسلوكياتنا، حاجة جميلة لطباعنا، حاجة جميلة لأخلاقياتنا. هو ده على فكرة المغزى من الشهر الكريم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني فرضوا علينا الصيام. يعني الصيام عن كل حاجة، مش بس عن الأكل، عن كل حاجة مش كويسة أو كل حاجة تبعدنا عن علاقتنا بربنا وعلاقتنا كويسة أكيد بالناس. ده موضوعنا النهاردة إن شاء الله تبقى حلقة كلنا نستفاد منها. سماح النهارده الحقيقه عملنا اجمل يعني بنقول ايه النجمين اللي بيبقوا في السحور، وهو طبق الفول. عملنا ازاي نقدر ان احنا ندمس الفول بس بطريقه مظبوطه بتركات كده معينه عشان يطلع فعلا فول جميل جدا. وعملنا كمان حاجه مهمه ومفيده قوي، لبن الرايب. هتقول لنا بقى عامله ازاي. صباح الفول يا سموحه. صباح الخير يا منال. صباح الفول على كل مشاهدينا، وكل سنه وكل المصريين طيبين يا رب. بدانا كده كام يوم في رمضان. انت النهارده اول يوم في رمضان. انا اول يوم ليا في رمضان. حبيبتي صح. كل سنه وكل المصريين طيبين وخير يا رب. احنا عاملين ايه؟ احنا عاملين سحور، حاجتين مكونين اساسي فعلا بيبقوا على ترابيزه السفره في السحور. هندمس فول وهنعمل لبن رايب. هنشوف مكوناتي ايه للفول المدمس. اول حاجه كيلو من الفول لازم انقعه من 24 ساعه قبلها، وغير الميه مره بس في النص كده. اتليست لو مش هقدر ان هم يبقوا 24 ساعة يبقوا 12 ساعة، بس اقل من كده لا، هياخد وقت كتير على النار، حباية الفول مش هتنفش قوي. فلازم لازم لازم الخطوة دي مهمة جدا، اتليست 12 ساعة لحد اقصى 24 ساعة ان انا انقعه في الماء. اغسل الفول الاول كويس جدا، لان الفول بيبقى فيه زي شوية زلط شوية او اتربة او كده، وبعدين انقعه. ودي اول خطوة. تاني حاجة بقى مع الفول ده انا هضيف له ايه؟ كوباية عدس أصفر وكوباية فول مدشوش. الفول مدشوش ده بقى وظيفته إيه مع الفول؟ بيعمل صوص كده، بيتهري خالص في التدميس وبيعمل صوص. يعني أحلى حاجة أصلا ما بتيجي تاكل الفول لما بتلاقي في صوص كتير كده. وفي ناس كمان بتحب تضرب الفول بعد كده ونخففه بمية عشان يديه الإحساس ده، وأكيد بيضيفوا طعم حلو فالفول المدشوش. وفي ناس كمان بتحط رز، يعني في ناس بتحط رز مع تسوية الفول، أو في ناس ما بتحطش عدس خالص. وهزود كمان عليهم معلقة سكر كبيره، وهزود ربع معلقه بيكنج صودا. البيكنج صودا دي بتعمل ايه؟ بتسرع التسويه، بلس انها بتخلي الفوله تنفش، بتبقى فول عارفه في العلب معلبه كده بتشتري بتلاقي شكل الفوله حلو كده، غير اللي بنجيبه من على العربيات وفي الشوارع بتبقى الفوله محترمه كده ومنفوش. البيكنج صودا هتدينا النتيجه دي. دي اول حاجه. هحط كل الكلام ده على النار، بيقعد بقى اتليست 6 ساعات. ممكن لو الفول اتنقع كويس قوي، في انواع ممكن يقعد 4 او 5 ساعات. انا مش شرط يبقى عندي دماسه عشان اعمل الفول، عادي جدا على حله، بس اهم حاجه تبقى نار واطيه خالص خالص خالص، واسيبه براحته من حين لاخر ابص عليه عشان لو محتاج ميه ازود له ميه بالتدريج. بقلبه ولا حاجه؟ دي خطوه مهمه، مش هيجرى حاجه. قلبتي او ما قلبتيش مش هيجرى. ممكن ازود ايه مع الفول وهو بيستوي؟ ممكن اضيف طماطمايه، ممكن اضيف بصله، ممكن تضيفي جزره بتدي لون حلو برده للفول. في ناس بتحط فلفل. الجديد بقى اللي سمعته هنا
معانا واحده في التلفزيون قالت لي مامتها مع مدام كانت بتحط تمرايه في الفول، بتقول لي بتدي نكهه للفول مميزه جدا. انا نفسي يعني اجربها. بس انا لاحظت حاجه، انت حتى سكر يعني حتى في الفول حتى سكر بيبقى حلو جدا. ما هي ممكن التمرايه دي تدي الطعم ده، تديكي نفس الحاجه وخدتي فايده كمان التمره. فقلت لها دي فكره حلوه، فكرة عايزه اجربها فعلا. فدي برده فكره للناس تعرفها جدا. حاجه ثانيه من ضمن الحاجات، لو عايزه احط طماطم اخد بالي ان الطماطم مش هتطول العمر الافتراضي بتاع الفول، ممكن يحمض بسرعه. فهي دي انا بحب ان انا اعمله فول بلين، وانا لما اجي اكله اضيف الاضافات فريش اللي انا عايزاها. فدي ممكن ان احنا نعمل كده. دي اول حاجه. نبتدي بقى ناخد كل الحاجات بتاعتنا دي. الفول ده انا بعد ما غسلته حطيت له ميه نظيفه، دلوقتي هضيف الميه دي لانه بقى احتاج ميه زياده على النار. نبتدي نزود كوبايه في كوبايه في كوبايه ونحط كل، يعني لازم تبقى النسبه كده تقريبا يا سماح. ندخل الحنه الحله شويه، يعني تبقى نسبه الميه فوق الفول مثلا تقريبا. بس انا بحط لتر ميه، ببدا بلتر ميه او لتر ونص. وبشوف بقى كل ما يحتاج ميه تزودي له كوبايه او حاجه، لان كل نوع بيختلف عن التاني. ايوه كل نوع والله زي زي الرز وزي بالظبط كده. وعايزه كمان اقول حاجه عشان بقى الفول ما يسودش مني في الاخر، يعني انا في الاخر بدي له ايه، عصره ليمونه قبل ما اطفي، عشان ما بحبش احط الليمون من الاول لانه بيمرر. فدي برده حاجه مهمه جدا. دي بالنسبه ده في الاخر خالص يا سموه للكلام عن السوق. نيجي بقى نتكلم عن اللبن الرايب. اللبن الرايب ده يا جماعه مفيد جدا جدا جدا. يعني اللي طبعا عايز بقى يغير طعمه ومش بيحب طعمه، انا ممكن احط له نكهات، ممكن احط له سكر. فتبقي خدتي فوائد اللبن الرايب، لانه هو حلو جدا لانه بيسرع عمليه الهضم وبينظم المعده، بلس ان هو مغذي جدا وبيحسسك بارتواء كده ان انت ما تحتاجيش لشرب ميه. طبعا ومن ضمن الحاجات اللي مفيده جدا تبقى موجوده على الترابيزه في السحور عندنا، ان احنا ناكل اي حاجه فيها بوتاسيوم. يعني اكل موز، اكل بسم الله الرحمن الرحيم المشمش برضو فيه بوتاسيوم. الحاجات دي بتحسسني بتروي لي العطش. يعني لو موزه واحده تحسسني ان انا لا حلوة بتعوضني عن المايه. عارفه كمان انا كنت سامعه حد من قرايبي كده بيقول بيجي لهم زي تقلصات وكده، فالموز برضو حلو الكلام ده. بالزبط. يعني في العضلات ممكن الناس من الارهاق اكل الخيار وعدم الأكل. بقى اكل الورقيات الخضراء، كل الحاجات دي مهمه جدا. طبعا ابعد عن السكريات تماما بالليل، انها بتحسسنا بالعطش بشكل فظيع جدا. يعني انا افضل ان حتى لو احنا ماشيين على نظام غذائي اكيد مش هنحرم نفسنا، فهنيجي ناكل حاجه فيها سكريات ناكلها بعد الفطار عشان يبقى عندي وقت طويل ان انا احرق وما اكلش كميات كبيره. دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه، احنا اللبن الرايب ده بقى مكوناته ايه؟ مكوناته كل لتر من اللبن الرايب ده نص لتر، كل لتر من اللبن الرايب بياخد واحده زبادي كبيره ومعلقه خل كبيره ومعلقه سكر كبيره ورشه فانيليا. الفانيليا دي بتدي له نكهه حلوة قوي. طبعًا. لو انا مش عايزه فانيليا انا ممكن احط معاه فاكهه. يعني انا ممكن اضرب مع اللبن الرايب الموزايه اللي انا عايزه اكلها دي او نص موزه، هتدي له نكهه حلوه وممكن ازود السكر وبلس ان انا هبقى خدت اللبن الرايب طبعًا. بفوائده. طبعا هنشوف دلوقتي احنا محتاجين له ايه. خد بس عشان بيبقى تغيير عن الزبادي كل يوم، بيبقى رمضان اغلب الناس زبادي زبادي. فيبقى نشرب حاجه كده تغيير. الزبادي طبعا اخده بميته، انا هاخد بس نص كمية عشان دي نص كمية اللبن. اوكي اول حاجة، وبرضو نص كمية الخل. الخل بقى اول ما بيتحط عليه بيتقل اللبن. اللبن ده يا جماعة مغلي من قبل كده، يعني لو هنستعمل لبن طبيعي طبعا اللبن الطبيعي لازم يتغلي خالص كويس قوي واسيبه يبرد وابتدي اشتغل بيه. لو اللبن العادي انا بس برضو يعني الافضل ان انا بغليه على النار، بس اللبن الطبيعي لازم 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 يتغلي كويس جدا. ده ممكن ينفع من غير ما يتغلي، دي برضو حاجة مهمة. بحط بقى معلقة سكر كبيرة. ممكن يبقى دايت يا سموحة ما فيش مشكلة؟ لا الدايت مش هيعمل تفاعل بيبقى اللبن خفيف قوي، مش هيديكي السمك زي اللبن العادي، عشان كده بيتقال اللبن البلدي كمان بيبقى احلى فيه. بس ده كمان شغال. احنا كده حطينا فانيليا خام، حطينا معلقه سكر كبيره، حطيت نص معلقه خل لو ده لتر لبن، كوبايه زبادي لو ده لتر. باخد الثلاث حاجات دي كده بضربهم مع بعض. اوكي
كده بقى خلاص اتعمل يا سماء؟ كده اتعمل بجد. بس هنعمل ايه بقى فيه؟ هو كده خلاص جاهز، عايزينه بقى قوامه يتقل اكتر. لازم بيتعبى في حاجه ازاز معقمه تبقى نظيفه جدا وما فيهاش ميه، دي اول حاجه. وبعدين سي بقى دي ازازه او برطمان ولا حاجه، هبتدي ان انا احط فيه اللبن الرايب بتاعي ده واسيبه بره الثلاجه، يعني الكوبايه دي نعتبر ان هي دي الازازه بتاعتي، الكوبايه دي انا المفروض اسيبها بره الثلاجه ساعه كامله. بيبتدي بقى يعمل يتفاعل كده ويتقل، يروب بره التلاجة، ولو الجو مش حر قوي حسيبها ساعة ونص. بعد كده يدخل التلاجة، وده كده جاهز معايا يقعد في التلاجة لغاية اسبوعين. ممتاز. مش هيجراله اي حاجة. ممتاز. وعملتيه بربع تكلفته، لان اللبن الرايب بره سعره مرة ونص سعر اللبن العادي. جميل. فاحنا كده وفرنا كمان في السعر بتاع حلو قوي. لا يعني عملنا حاجه نظيفه، ضامنين مكوناتها، ووفرتي كمان في التغيير كمان المصارف. زي ما بقول فعلا انه مش طول رمضان احنا لازم يبقى فيه طبعا زبادي، يبقى مره كده ونغير باللبن الرايب. لو عندي بقى فراوله اضرب معاه شويه فراوله اضيف طبعًا. له عسل، يعني مش كل الناس بتحب تشربه، انا ما بحبش اشربه. بس لما بيتضاف له نكهه في نوع كده كان نزل بالفانيليا بيبقى طعمه مختلف زي الزبادي برده كده. فاحنا نعمل الكلام ده. احنا هنا الفول عملناه وكل حاجة، ابتدي ان انا احدقه واعمل له اي حاجة، اقدم معاه اعمله اسكندراني بقى، اقطع الخضار بتاعي قطع صغيرة كده اعمله بالثوم، بس الثوم هيعطشنا والله. طبق الفول ده احلى طبق الواحد ياكله. ساعات بنيجي في رمضان بنزهق بنفطر فول. ايوه طبعا بيجي وقت والله ما نعمل سحر في رمضان، بس اليوم ده بيبقى مهم جدا. لا الفول برضو طبق لا رائع بحقيقي، لا غنى عنه، لا غنى عنه. هو اللي بيحسسنا بالشبع، وحلو قوي ان انا اكله بعيش بلدي. من العيش البلدي والرده صحي، بلس انه هيحسسني بالشبع فاقدر اتحمل فترات الصيام. واكل بقى زي ما قلنا الحاجات الخضرة وخيار. دي كده كانت وصفتنا للنهاردة. نقول سريعا عملنا ايه. احنا عملنا طريقة تدميس الفول في البيت بسيطة جدا. كل كيلو من الفول بياخد كوباية عدس اصفر، هياخد كوباية فول مدشوش، هياخد معلقة سكر كبيرة، هناخد ربع معلقة بيكنج صودا، لتر مية، وازود المية بالتدريج. وفي الاخر خالص بعد ما يستوي الفول، يعني يقعد بقى من 4 لـ6 ساعات على نار هادية، اديله عصرة الليمون. هبتدي ان انا استعمله واعمله باي طريقه احنا عايزاه. لبن الرايب عملناه ازاي؟ كل لتر من اللبن بياخد كوبايه زبادي، بياخد معلقه سكر كبيره، بديله معلقه خل كبيره، رشه فانيليا خام، وكده بسيبه ساعه بره الثلاجه بعد ما اضربه وادخله الثلاجه يبقى جاهز معايا. بس اهم حاجه يبقى حاجه ازاز وتكون نظيفه كويس قوي. تسلم ايديكي، جميل جدا جدا. ميرسي يا منال. انا اول لما قلت لي فول يا سماح فول، هو في ناس ما بتعرفش، انا مش بدل لا في ناس مش عارفه وبعتوا لي على الفيلم عايزين طريقه الفول في البيت، فلا ليها تركاتها وتفرق فول عن فول وطعم عن طعم. دكتوره غدا كمان واحده من الناس قالت لي قبل كده في حلقه، انا عايزه الحلقات يعني سنة أولى مطبخ يا سماح، لو سمحتي تقول لنا مكرونة بولونيز، تقول لنا معرفش إيه. قلت لها حاضر يا دكتورة غيدة إن شاء الله. جميلة. في فعلا ناس بتبقى لسه بتتجوز طبعًا وعايزة تتعلم طبعًا. لا ومع ذلك برضه أنا عايزة أقول لك إن كل فعلا يعني كل شوية بيبقى فيه إضافات بتحلي الحاجة، الفول زمان قوي غير الفول دلوقتي. حاجة وتكتشفي فتتعرفي الناس عليه. تسلم إيديكي، حلوة قوي يا سماح، جميلة. كل مشاهدينا كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي. مشاهدينا هروح لتقرير، والتقرير يعني دايما إحنا نقول رمضان بنتهمه هو السبب ان احنا عندنا عصبيه وبنشد واللي بيحصل بنشوفه في الشوارع واحيانا كمان في البيوت. يا جماعه الموضوع على فكره مش مرتبط خالص بالصيام، الموضوع يعني حاجه تانية خالص. وهنشوف التقرير ونشوف ازاي ان احنا نعدل السلوك ده، او من ضمن الحاجات اللي بنقولها ان احنا نحاول ان احنا نحسن نفسنا يوم عن يوم خلال 30 يوم، وبعد كده تستمر بقى معانا يعني التحسين ده خلال السنه. نشوف التقرير العصبيه في رمضان اللي هو بريء منها، ونرجع على طول معاكم مع دكتور غاده جمعه. خليكم معانا. الا الله، دي اكتر حاجه بقولها علشان خاطر يعني اتجنب الشيطان. وكده كده كمان الواحد بيبقى في الحر والصيام والعطش والمجهود اللي بيبقى عامله في الشغل وراجع البيت، بيبقى فيه نرفزه غصب عنه.
فدايما بنتبع اسلوب حلو، ان لما نخش من البيت كل واحد ياخد دش كده بحيث ان يهدي اعصابه شويه، ولو اعصابه هديت الدش بيهدي وبيقلل نسبه العطش. يعني دي معلومه يا ريت لو الناس تعملها بس، وبعد كده بقى بتبداي ترتاحي شويه وتشوفي الدنيا هتعمل ايه، بس الغضب ابعدي عنه بقدر الامكان انك تذكري ربنا بس. لازم نكون مؤهلين نفسيا ان دي ايام مفترجه وفي شهر رمضان، ولازم نكون مؤهلين ان احنا نستحمل بعض، ويكون عندنا سعه صدر وما نتضايقش، والصيام والعطش والكلام ده ما ياثرش على 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 انفعالنا. بتبقى راجعه للجو طبعا، طالما الجو يبقى كويس والانفعالات يعني في البيت تبقى بسيطه هيبقى جو هادي، يعني الانفعالات هتقل بس. اكيد طبعا بالصلاه والصوم وايماننا بربنا بنتحكم في كده اكتر، يعني ما نتعصبش بقى، مش عشان احنا صايمين نتعصب. طب ما ممكن احنا من الايام العاديه بنقعد اليوم بطوله ممكن ما ناكلش حاجه، يبقى احنا كده صايمين؟ فلازم نتحكم على قد ما نقدر يعني بالصوم طبعا وبالصلاه، ونتحكم في اعصابنا على قد ما كده يعني على قد ما نقدر. على قد ما اقدر ما طول النهار بقى ممكن اقرا قران شويه، يعني اي حاجه فيها قران كده الواحد يتحكم شويه في العصبيه والنرفزه وكده. طول ما الواحد يعني فاكر ربه على طول ويفضل مثلا يستغفر طول ما هو قاعد هيتلاقي اعصابه هتبقى هاديه على طول، مش هينفعل طبعا مع اي حد. دايما نستغفر ربنا في كل مشاكلنا، نستغفر ربنا لان العصبيه زايده في المصريين بطريقه غير طبيعيه. باقل مشكله بنتعصب، سواء راجل او ست، مش شرط الرجاله، لان الست برضو مع كتر العبء اللي عليها بتتعصب. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتغاضى ونستغفر ربنا عشان نقدر ان احنا نتجاوز على الاقل في الصيام، ان احنا ما نضيعش صيامنا. كلمه الحمد لله، سبحان الله، الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي احسن حاجه الواحد بيمشي بيها عشان يمسك نفسه في رمضان. مشكله الغضب دي في صيام وغير صيام، بالعكس هو لو الانسان بيتحكم في اعصابه من غير صيام بيتحكم في اعصابه في الصيام، الصيام ماله؟ بالعكس، لو انا بشوف ان الانسان بيبقى اهدى وهو صايم، على الاقل مش هيبقى قادر يتكلم. يعني هو المفروض الانسان يبقى حتى عشان صيامه ينفع لازم يتحكم في غضبه، ما يبقاش متنرفز يقول اللهم اني صايم، لا بالعكس، ده الصيام جنه. الواحد يحاول بقدر الامكان ان هو يتغاضى شويه عن الغضب. الواحد فعلا هو في رمضان بيبقى صايم بيبقى مش مستحمل اي حاجه، بيحاول بقدر الامكان ان هو يمسك نفسه شويه. الصيام ده بيعلم الصبر، بيخلي الانسان اصلا ما يطلعش كلام مش كويس من بقه، وبيكون عنده صبر كويس جدا، ويكون بيتغوط في اي كلام بيقوله ويكون عنده صبر كده، لانه يقول انا صايم، يعني مش معقول هيبقى صايم عشان يتنرفز او يشتم او يعمل اي حاجه زي كده، زي اللي احنا بنشوفه في الشوارع في رمضان، الناس بتبقى مستعجله بتقعد تشتم وبتقعد تعمل حاجات غريبه في رمضان. لا طبعا اصول الصيام غير كده خالص، الصيام ده بيعلم الصبر، بيعلم الناس ازاي تبقى ماشيه كده بلطف بلين مع الناس عشان ربنا يقبل سبحانه وتعالى الصيام بتاعنا. والبركه على كل بيشوفونا في كل مكان. النهارده الحقيقه مبسوطين جدا جدا، قبل ما اعمل اي مقدمه، واحنا عملنا مقدمه النهارده بنتكلم عن الكلمه والكلمه وارتباطها بالافكار وارتباطها بالنوايا. موضوع الحقيقه يعني لما بنقول بنحس انه صعب شويه، بس اكيد هتبسطه لنا، وهنبقى سعداء جدا جدا باللقاء معانا دكتور غاده جمعه، خبيره اتيكيت وبروتوكول الدولي. بتشرفينا وبتنورينا دكتور غاده، صباح الفل عليك. وحشتوني. انت كمان. اخبارك؟ الحمد لله، انا نايمه بس قلت انت بتفوقيني. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الجميل، وكلكم وحشتوني. حقيقي، والكل حقيقي حاسس بكده يا دكتور غاده، يعني ده حقيقي. ولقيت سماح جايبه سيرتي يا اظن مثال الست الخايبه في مطبخها. ابدا. وتقول لي سماح جيلي، يا سماح جيلي. جيلي باللحمه في الاخر. هعمل جيلي باللحمه. ايوه. يا حبيبتي انت بتنورينا بجد يا دكتور غاده. طيب واحنا كده في يعني بنتنقل من فقره وفقره، كان موضوع معانا النهارده التقرير، وانا قلت فعلا احنا يعني رمضان بريء من اللي احنا بنقوله ده، العصبيه. اصل انا طب انا نعسان اوكي، لكن انا عصبي دي مش مقتنعه بيها. ايه العصبيه وارتباطها برمضان؟ ليه يعني ليه طول الوقت بنقول كده؟ سبحان الله. وفي ناس لا متماسكه جدا وبتبقى متصالحه مع نفسها وعارفه تتعامل، وفي ناس طول الوقت مصدره انا متعصب او انا متعصبه
عشان رمضان. ده كان التقرير. انا لا انا عايزه اقول يعني اصل المتعصب ده لو هو قاس ما لهاش علاقه برمضان، هي متعصب على هو طول. هو نفسه متعصب لان العصبيه هي اختلاف منظور. فهو اختلاف المنظور مش معقول في رمضان بيتغير. بمعنى ان انا دلوقتي انا معديه اتخبطت في منال غصبا عني اتخبطت فيه، لو انا الطبيعي منظوري ايجابي بمعنى ان انا شايفه ان وارد منال ما خدتش بالها وارد انا كمان اللي حدفت شويه كده، فهلاقي عذر الغاده والمنال ده دنيتي طبيعي، طلع رمضان طلع يناير طلع اللي طلعه فهو منظور. التاني بقى طلع رمضان برضو طلع فبراير مش فارق معاه لان هو اتخبط في منال، يقول لك منال قصده انها تخبطني منال غيرانه مني اصل ده نوع اصل انا اتحسدت الصبحيه. فهي كل دي منظور ملهاش علاقه برمضان او بغيره. بس هي الفكره بقى الناس عارفه اللي ايه بتستحلى تعالى بقى نعمل زياده ونقول اصل رمضان اصل انا صايم يعني او مش متحكم. لا يعني انا بلاقي فعلا هو زي ما حضرتك بتقولي فعلا كلام مقنع جدا. هو بيبقى هو الانسان تركيبته كده اساسا في اي شهر من شهور السنه في السنه بالزبط. هي دي طبيعته لكن بيستحلى بقى يلا نزيد في رمضان. بالظبط بالظبط. وانا بقول يعني يا رب بلقاءاتنا دي يا دكتور غاده وبضيوفنا انه شويه شويه يوم عن يوم نحاول الانسان يبقى احسن من اليوم، يعني ناخد رمضان من برضو المنظور ده انه كلنا فينا عيوب وكلنا فينا طباع مش تمام وسلوكيات مش راضيين عنها نواجهها، وشويه شويه انه الواحد يحاول يواجه نفسه ويحسن كل يوم يواجه نفسه دي اهم حاجه، وبعد كده احاول شويه شويه احسن من الطباع دي. وهي مش تحسين بس هي محتاجه فعلا تدريب. تدريب يعني زي امبارح لما كنا بنناقش انا وانتي بنحط موضوعات الحلقه. أيوة. هي هنا هو برضو كل اللي احنا هنقوله محتاج تدريب وده جزء من العصبيه. يعني موضوعنا النهارده هو جزء من العصبيه. ان انا مع العصبيه بستعمل مصطلحات سلبيه طبعا، فهنا هو ازاي اقدر ان انا اغير فكره اللي هي يعني ان انا فكرت وقلت الاتيكات ازاي يقدر من خلال الاتيكات ابرمج راسي فكريا بدل تفكير سلبي والسلبي بيجيب عصبيه اخلي تفكيري ايجابي والايجابي هيجيب هدوء وراحه بال واستقرار وسعاده وكل حاجه. الجمله اللي حضرتك بتقوليها دي اللي هي ازاي بالاتيكات اقدر ان انا اعمل برمجه عقليه بالسلب احيانا وبالايجاب احيانا يعني، او ازاي طبعا اخليها بالايجاب. الجمله دي ممكن لما تتقال كده تحس ان هي ملعبكه كده ومعقده، وانا قلت لا دكتور غاده معانا اكيد هتبسط لنا وتقول لنا امسنا وتفهمنا ايه الموضوع ده. بصي هي دايما بنقول البرمجه الفكريه هي فكري متبرمج ازاي الاعتياد بتاعه يتعامل مع الحاجات اللي بتقابلني في حياتي. فالبرمجه الفكريه العادي الناس اعتادت وموروثات وعادات وتقاليد والاستسهال كمان يا منال ان انا ابقى سلبي. بمعنى النهارده موقف حصل موقف فانا بحكي لمنال، ممكن اكون بحكي الموقف لمنال اقول لها على فكره في مشكله يا منال حصلت لي. شايف استعملت كلمه ايه أول مشكله. فده برمجه مخي سلبي لاني قررت انها مشكله. لو انا ايجابي هروح قايله لمنال ايه على فكره في موضوع حصل عايزه احكيه لك. اكيد فرق كبير قوي يا منال وانا بحكي بقول موضوع حصل حابه احكيه غير او مثلا حابه احكيه واشورك فيه. اشورك يعني انا عطلانه في السكه غير عندي مشكله يا منال. طيب انا هاخد التليفون عشان في ناس متعوده المشكله دي على طول في بقها في ابسط الحاجات يعني. مدام ايمان صباح الخير. ازيك يا مدام؟ اهلا بيكي حبيبتي. صباح الفل. صباح العسل. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. ربنا يخليك كل سنه وانت طيب. وانت بالف خير يا حبيبتي. ازيك يا دكتوره؟ يا هلا مرحبا. ازيك يا ايمان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ زي الفل وفي نعم الحمد لله. صباح الفل عليكم. صباح الجميل يا رب. الله يخليك. والله انا عندي مشكله مع بنتي يا دكتوره. هي لها ظروف خاصه، انا بحاول ان انا ابقى مبسوطه معها وهي برضو يعني معرفش ممكن افكها ازاي. هي ايه ظروفها الخاصة؟ ان هي كانت عند منصدف حادثة فعملت عجز عندها. تمام. فعاوزة افكها كده والله عادي عندي يعني. خلاص عينيا الاتنين يا ايمان والله يعفو عنها يا رب.
شكرا يا مدام ايمان. نقول لها ايه يا دكتور غاده؟ مبدئيا هنا هو ده حدوته ثانيه لوحديها اللي هي التعامل مع الاعاقات. الاعاقات سبعه. في من احد الاعاقات السبعه اللي هي حديث الاعاقه. فدايما بشكل عام يعني للاعاقات السبعه سواء بصريه سواء حركيه سواء سمعيه سواء كلاميه او الاعاقه الحديثه يعني شخص كان طبيعي وصار معاق حديثا نتيجه حادثه، دايما بنقول له هنا بنقول كل المحيطين تعامل معاه على انه شخص طبيعي. يعني مثلا لو شخص العجز اللي عنده بصري فما بيشوفش خالص، الطبيعي ان احنا معتادين ان انا ما اجي اقول لك بص يا منال حتى مع اللي فاقد البصر هقول له بص، مش هتحفظ في الكلام لان التحفظ بيزيده حساسيه. لما شخص عاجز في الحركه فهنا باجي اقول له يلا قوم امشي معايا، يعني انا مثلا بقول لك يلا قوم يا منال امشي معايا، هو هيمشي وهيوصل للمكان اللي انا عايزاه بطريقته، لكن هستعمل نفس المصطلح عشان ما اوريهوش ان انا عمالة احاسب في الكلام فهيزداد حساسيه. فانا بقول ايمان مع بنوتتها الله يشفيها يا رب يا رب انها ايا كانت الاعاقه تتعامل على انها طبيعي. يعني لو بنتها كان بتعملها بتساعدها في المطبخ تناديها تقول لها قومي تعالي ساعديني في المطبخ. كانت متعوده ان يبقى سريرها متوضب وما لقيتهوش ايمان متوضب فتيجي تقول لها سريرك مش متوضب. يعني بلاش بقى ان احنا اصل هم صعبانين علينا، اصل ده شيء ما كانتش متعوده عليه، بالعكس هي هتتعود على الاعاقه بتاعتها نتيجه الحادثه وهتتعايش معاه. اللي بيألم الشخص ده الاعاقات الحديثه هي تعامل اخرين بحساسيه زياده، فبيحسسوه اكتر بالحاله، بيركزوا ده بيعملوا فوكس زوم على على الاعاقه الحديثه او الموروثه. واحنا بنبقى بيتهيأ لنا ان احنا لا ده حب ده اهتمام ده هو صعبانين علينا، لا العكس يعني العكس ان خلينا كل ما نبقى طابعين قريب وكانه زيه زي اي ابن او بنت معانا هو مجرد فقط حته لكن بقيته شغال. صحيح صحيح. وعندنا نماذج كتيره جدا دكتور غاده. نرجع لموضوعنا ونقطه انا عندي مشكله، انا عندي موضوع هتكلم فيه. احنا متعودين بدون شعور انا نفسي لما بيبقى فيه فعلا اي حاجه مضايقاني او اي موقف وعايزه احكيه لمامتي، عايزه في مشكله حصلت النهارده عادي بغض النظر انا ممكن تبقى في مخي متبرمجه ما هياش حاجه سلبيه قوي يعني عادي يعني مشكله، ولا هي خلاص بتبقى فعلا بتاخد شكل المشكله، بتاخد شكل المشكله لان بتاخدي المود بتاع المشكله. ايوه صح. زي بالظبط كده الواحد وهو رايح فرح وهو رايح عزا، فبتلاقي نفسك مود فرح خلاص وحتى اللبس والمكياج بتاع الفرح، وانت رايحه عزا مود عزا، مع انك ممكن تبقي عيد ميلادك في نفس اليوم اللي هتعزي فيه صديقه او حد، بالرغم انه عيد ميلادك هتكون خطوبه بنتك بكره وكل حاجه، بس العزا ده واجب هتعمليه غير ما تحسي قلعتي الفرح ولبستي عزا. نفس الحكايه انا ذهنيا بقلع الحاله الحدوته اللي انا كنت هحكيها حدوته تمام، وابتديت ارتدي مشكله حتى بصي ملامح الوش يا منال هحكي حدوته حدوته هحكي حكايه في ابتسامه راجل غير هحكي مشكله شايفه الشده مشكله فحتى ملامح الوش بترتدي الحالة الذهنية. في ناس مثلا آخرين يعني فكرة البرمجة كل ما تقولي له على حاجة يقولك ما ينفعش مش ممكن مستحيل مش موجود مقفول مش عارف أوصل له. الألفاظ دي بيستخدمها في حياته كتير. ناخد حالة نشوف إزاي البرمجة تفرق من هنا. أنا النهاردة بسأل على منال تمام فمثلا محمد او مروه او كده رد منال لسه مثلا ما جاتش قال لي منال مش موجوده دي سلب رزع باب في وشي قلت له طب ممكن تكلم منال تشوفها هتيجي امتى قال لي موبايل منال مطفي ومش عارف اوصل لها تمام مش موجوده موبايل مطفي مش عارف اوصل لها خلاص انا بعد كده لو انا يعني مش هنطق الاكسيف ديفيفغ اكسير الحياه بيد الشخص ده مش عاوز لانه قفل 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 طب منال هنا تقولي طب ما الكيس هنا يا غاده كده هي فعلا منال مش موجوده وفعلا موبايلها مطفي وفعلا ما نعرفش حلو نفس الجمله دي هقولها بالايجاب ازاي لو هو سالني منال فين هقول له اول ما منال توصل
أو موبايلها يتفتح وأعرف أوصل لها أقول لها إيه. يبقى أول ما منال توصل غير منال مش موجود. وموبايلها يتفتح غير موبايلها مقفول. وأعرف أوصل لها. أعرف أوصل لها غير مش عارفة أوصل لها. أقول لها إيه. فبمدي إيد المساعدة بفتح يعني بدل ما بقفل وتواصل أنا إيد أهو إيدي مع إيدك يلا نساعد بعض. فده شكل من الأشكال. واحد تاني تلاقيه يوم يكعبل كده عنده لا قدر الله العربية اتخبطت النور اتقطع حاجة في أيام كده في حياتنا عظيمة كده فتيجي للشخص ده يقولك إيه النهاردة اليوم مش يومي. طب ليه اليوم مش يومك؟ ما هو لو على القياس ده على فكرة 365 وربع يوم مش يومك لأن كل يوم لازم يطلع لنا حاجة. بدل ما أقول اليوم مش يومي اللي هي it's not my day أقول it's my learning day. ده اليوم اللي تعلمت فيه بالرغم من الصعاب عدة بالرغم من الصعاب اشتغلت وبالرغم من الصعاب صمت وكملت صيامي وبالرغم بالرغم يبقى زي ما انت شايفة ده اليوم اللي تعلمت فيه ازاي اجتاز الصعاب. ما اقولش اليوم مش يوم. وبتفكريني مرة زمان وانا لسه فريش جراد وكنت لسه عروسة جديدة من لا كنت خلفت ياسمين بنتي وقررت اشتغل مدرسة ابتدائي في مدرسة في الزمالك مدرسة كويسة يعني. فكان في مدرسة عربي انا رايحة جاية اقول لها ايه صباح الخير تبصلي كده تقولي ايه والخير هيجي منين؟ اقول لا حول ولا قوه الا بالله. تاني يوم انا بقى ايه بنوته صغيره 23 24 سنه وهي بقى يا محترمه اقول لها صباح الخير تقولي والخير هيجي منين؟ خبر أبو. فتالت يوم قلت ايه طب خلاص انا مش هكلمها بالعربي فشفتها قلت لها وهي مدرسه عربي قلت لها جود مورنينج قالت لي جود فور وات قلت لها يعني الجمله الانجليزي الوحيده اللي عارفها طلعت نيجاتيف كمان يعني جود فور وات على ايه؟ فهي دي برمجه. ليه بخاف بقى من الكلام السلبي يا منال؟ ليه؟ لاني انا وانا بقول لمنال مش موجود ناقص مش هيكفي مش هينفع مستحيل مفيش امل شايفه كله سلب سلب تأثير. طب قبل ما الكلمه بتنزل على لساني مخي يفكر فيها. طب قبل ما المخ بيفكر فيها وبيرميها على اللسان بيحصل ايه؟ عندي الصندوق ورا اللي هو السبكونشس اللاوعي بالظبط لازم ارمي فيه قبل ما انطق. يا جماعه على فكره ده اللي الدكتور غدا بتقوله عايزين نركز فيه لانه ده بجد علم وثبت وفي تواصل في العلم ده يعني فعلا احنا عندنا في عقل واعي وعندنا في حاجه اسمها عقل غير واعي والكلمه دي فعلا بتقع في العقل الغير واعي يعني عايزين بس نتخيل انه ده مش كلام كده يعني نركز فيه لانه بيحصل في كل بني ادم فينا يعني. اتفضلي يا دكتور. فانا دلوقتي حتى دليل على ان انا برمي قبل ما اتكلم لازم اخزنه في السيف بوكس بتاعتي في الخزنه بتاعتي ان كتير بعد ست شهور تيجي تقولي لي غاده انت قلتي كذا تلاقيني اقول لك ايه اديني فرصه يا منال كده افتكر كلمه افتكر يعني انا بجيب من السبكونشس من اللاوعي بسترجع ويبقى انا حطيت فاللي حصل انا النهارده لما بجيت بقول منال ما ينفعش مش موجود مش هنا كل السلبيات قبل ما لساني بينطق هي اتسيفت او شلتها في اللاوعي. طيب جيت الخطير بقى غاده وغاده يوم الجمعه يوم السبت قاعده رايقه فقررت ايه ده ايما مبتهجه هعمل نظام جديد في حياتي. طب انا ممكن اوقف واخد التليفون قبل ما غاده قاعده يوم الجمعه وقاعده رايقه. استاذ رشيد صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. عاوز تعطينا مفهوما في بدايه الحديث قالت ضيفتك الكريمه انه مش معقول الانسان يتبدل في يوم في رمضان وعلى على نظري بانه في رمضان في السكينه في الانسان ما تكونش عصبي لان ما تاكلش ما تكون مسائل عديده. على فكره انا عاوز اعطيك واحد الحكايه كنت في اوروبا وكنت مع مجموعه من المسيحيين وعندهم هما كمان صيام رمضان اي صيام يوم واحد عندهم الصيام بتاعهم صيام اخواننا المسيحيين وفي
وفي معنا طالب كمان من إفريقيا السوداء وهو مسيحي متشبت متعصب بزاف. وفي هذاك اليوم مشات يشري بزاف، اشترى بزاف الاكل، اكل اكل دجاج والى ما ذلك. وي اعطاه ملاحظه من المسيحيين الاوروبيين، قال له احنا هنا مش صوم المسلمين، المسلمين يصومون ليأكلوا، انت تصوم لربك، اي كون بعيد على كل ما هي شهوات. وشكرا لحضرتك يا استاذ رشيد. استاذ رشيد بيكلمنا من المغرب، شكرا لحضرتك يا استاذ رشيد. هو بيتكلم انه نقطه اللي احنا اتكلمنا فيها انه رمضان فعلا الواحد يواجه نفسه كل يوم، يدرب نفسه زي ما حضرتك قلت لنا يا دكتور غاده، وده المغزى من الصيام. فبيقول لك تقريبا المثل اللي هو بتاع اوروبا، انه كان حد معاهم وجاب اكل كتير قوي، اعتقاد انا مش عارفه انا وصلني الفكره ولا لا، اعتقاد ان احنا فعلا اهم حاجه عندنا في يوم الصيام الأكل. هناكل ايه على الفطار يعني. فالنقطه دي فعلا شويه شويه عايزين بجد نغيرها، لانه ده مغزى رمضان الحقيقه زي ما دكتور غاده بتقول. اتفضلي يا دكتور. فنرجع بنقول ايه، انا اختزنت دلوقتي في السيف بوكس بتاعتي السلبيه. جت غاده في لحظه روقان يوم الجمعه يوم السبت، قررت قلت ايه، انا هغير حياتي يا غاده. ده حوار غاده وغاده. تمام. ف غاده اللي جوه بقى اللي هي مع السب كونشس اللاوعي، فراحت قايله لي ايه، تغيري ايه، ما انت كده كويسه. فراحت شداني لتحت، قلت عايزه العب رياضه. راحت هي من كتر السلب المخزون، مش هينفع، ما عندكيش وقت، انت بره البيت طول النهار، هتلعبي رياضه امتى؟ مش ممكن. ما هو ده المخزون، مش ومش هينفع ومش ممكن وكده. اجي اقول ايه، طب عايزه نظام غذائي في حياتي، عايزه اكل فريش فروت وفيجيتابلز، فواكه وخضروات وجوس عصاير وحكايات، اكل اكل صحي. هتروح بقى برضو المختزن، مش هينفع يا غاده، مفيش وقت، انت بتخشي بيتك 8 بالليل، ده انت اصلا ما تلحقيش تاكلي. شايفه سلب 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 يعني سلب. انا انا اللي بعمل كده يعني، انا الكلمه اللي بقولها دي ببساطه لازم تترددي. لازم يعني ترد عليا. لاني انا رديت على منال بيها، كونت انا نفسي او برمجت نفسي انا يا دكتور غاده، انه انا اي مواقف في حياتي بستعيد بقى الكلام اللي انا كنت بقوله ده، فبيبقى يعني رد فعلي نتيجه الكلمات اللي هي كلها محبطه دي. ايوه. وعشان كده بنقول ايه، فلان ده سبحان الله في وشه القبول، وسبحان الله عنده هله وطله. ربنا عادل يا منال. أيوة. مش ممكن يعمل فلان ده عنده هله وطله وكاريزما وده. لا. لكن اختيار البني ادم، انت بتختار عمال سلب سلب سلب. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هو غلظه القلب عماله غلظه فكر، بالتالي غلظه لسان، وبالتالي المختزن غلظه، اتعامل معاك ليه؟ لكن لو انت رقيق ولطيف وكلمتك طيبه، وتقول ان شاء الله هنحاول وهينفع، ولما الموبايل يتفتح وهنلاقي سكه وهنلاقي طريقه والكلام ده، ما اروح لكيش ليه؟ طب دكتور غاده، في ناس ممكن تقول ايوه يا دكتور غاده، بس ده الواقع يعني، اصله ما هو انا ساعات بقول على ينفع ينفع، وعلى الكويس كويس، ساعات بقول يعني انا كده انسان واقعي. بحط كل حاجه في حجمها. لما اقول لا انا عندي كذا او عندي كذا، او مثلا في كمان هندخل كمان نقطه ثانيه يا دكتور غاده، واحنا كنا اتكلمنا فيها برضو مع حضرتك، اللي هو انا شايف اللي جاي مش كويس. ما هو انا عندي 1 2 3 4 بيقول لي اللي جاي، ان كان موضوع يعني يعني ان الواحد يبقى شايف اي موضوع هيتفتح او مش هيتفتح، او هيمشي او ربنا هيرزق، او ما هو بندعي بس من جوانا بنقول بشكل علمي 1 2 3 4 انا يعني دارسها، يعني انا شايفها وانا دارسها، ده مش لا هو تشاؤم ولا هو، لكن انا بحط كل حاجه في موضوعها. هو درس السلبيات لكن عمره ما درس الايجابيات. تمام. بمعنى ان انا هنا هو لما اجي مثلا على سبيل المثال، الناس تقول لك الدنيا غاليه،
وتشتكي من غير ما بتشتكي شكوى يبقى في مشكله. تمام. هي الفكره على فكره الدنيا طول الوقت بتغلى، عمرنا ما سمعنا ان الدنيا بترخص. صح. يعني من وانا صغيره صحيح على كنت فكرة. اروح مع مامي الله يرحمها نشتري اللحمه، كان كيلو اللحمه ب 65 قرش، انا شفته ب 65 قرش. صحيح صحيح. يوم لما انا بقيت في الجامعه ووصل كيلو اللحمه، مش فاكره كان ايام السادات جنيه ولا 2 جنيه حاجه كده، زاد جنيه وقتها. حصل اضراب، ده وقتها غلي. يعني معنى كده هي بتغلى طول صحيح. الوقت صحيح. والدخول بتزيد صحيح. بس دايما اقل من الغلا، وده مش حال مصر، حال العالم ده كله. فانا هنا هو هي الفكره، بدل ما انا اقعد اشتكي، ما هو ده فكر سلبي. ايوه. وبالتالي هنطق سلب، بدل ما انا عماله اقول غلا والفلوس مش مكفيه وبتاع، لو انا فكري ايجابي وكلامي ايجابي اللي انا هقوله ايه؟ ما هو اللي رزق في الرخص هو نفسه اللي بيرزق في الغنى. كل الحكايه ان انا هبص ايه من العشر حاجات اللي كنت بشتريهم، هشتري منهم 8 وهسيب هبطل 10، التمانية هخلي 3 وبطل 5. ببساطه ما هي في الاخر ما انا وانتي مش هنموت لان ما متناش قبل كده من الغلا. صحيح. يبقى مش هموت من الغلا اللي جاي، او ما افضلش اركز على الحاجه اللي هي انا مش قادره اجيبها وطول الوقت حزينه ومتضايقه انه انا امكانياتي مش قادره اجيب الحاجه دي اللي غليت. ما هو في حاجات كتيره جدا جدا ممكن تبقى بدائل وهايله جدا وتديني نفس النتيجه وتسعدني. وسماح والفول. تمام. انا مش احسن كده. صح. أنا معاكي. هي الفكرة إن الناس، وبعدين على فكرة يا منال، طول ما أنا بفكر وحنطق سلب، أنا الدنيا غالية، مفيش حاجة بترخص، مش لاقيين الحاجات، ما هي دي كلمات سلبية. لو أنا طول الوقت طول الوقت بقول كده، بلاقي الحاجة اللي قد كده عمال أعمل عليها زوم 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 فبتكبر، فأنا بكبرها. ولادنا وجوازاتنا والشكاوي، جوزي في كذا 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 طول الوقت، ولادي طول الوقت، الناس اللي قاعده بتشتكي، هو نفس الموضوع زي الغلا، زي المشاكل، زي منال ما بتردش في التليفون. يعني هي بتبقى اسلوب حياه، اسلوب حياه. وعلى فكره ده بقى ينطلي جسديا. بمعنى ايه؟ يعني انا لو طول الوقت بقول سلب، فبالتالي غادة وغادة هكسر غادة، هحبطني، هبقى ست مكتئبة طول الوقت وكئيبة. طب مش بس كده، ده أنا ممكن من كتر السلب والإحباط اللي أنا بقى غادة مع غادة، مش أنا مصدرة للناس، ده غادة وغادة، ده ممكن أوصل مرحلة لإعاقة بدنية يا منال. لأن يعني في بروجرام في الإتيكات أنا بدربه، إن كل مرض عضوي سببه نفسي ما دام ليس بعيب خلقي. يعني الله يعفو عن الناس كلها. في عندنا مثلا الأطفال اللي هم في 57 مستشفى 57، هنا نتيجة جينات وكروموزومز من الأب والأم، فنشطت الخلايا السرطانية عند الأطفال ده، وربنا هيعفو عنهم ويشفيهم بإذن الله. ده اتولد بيه. في طفل تاني مولود بالسكر. صحيح. عنده سكر برضو، ده جين وراثي. لكن الشخص اللي بيجيله السكر او مرض السرطان على كبر او الضغط او ضعف النظر، مش ضعف النظر بتاع المرحلة السنية، لا، ضعف النظر المفاجئ. ايوه. كل الحاجات دي ادام ليست بعيب خلقي ولا عنصر وراثي، السمبل اس هي رد فعل للسلبيات اللي جواي. يعني لو انا جالي سكر على كبر، لاني انا بني ادم ممرر، وممرره من ايه؟ لاني مرره عيشه كل اللي حواليا، فبالتالي ده ازاي هيدوني عسل وشهد وانا ممرره عيشتهم؟ ولا وما ينفعش ومش ممكن. لازم يجيلي انا سكر. لو قلبي اتسد، لاني انا هنا هو كل ما حد يقول لي مثلا على علاقه انا بحبه وهتجوز، اقول له مش هينفع، بلاش، هاقبل على حياه زوجيه وبتاع، لما تبقى تكون نفسك مش دلوقتي، بسدد. فبالتالي انا ما عنديش في كلامي باساج يدي ناس فرصه للاحساس بالحب والحياه. طب ايه اللي بتاع الحب والحياه؟ القلب. لازم قلبي يتسد ويجي لي انسداد في شرايين قلبي. المساله مش اكل يا منال، هي قد ايه انا بدي الناس. انا لو جالي النهارده وانا عروسه جديده، جالي عقم راجل او ست، بتلاقي الراجل يروح للدكتور يقول له انت هايل كويس،
الست تروح للدكتور يقول لها انت هايله، الاثنين يقول لهم ربنا الله يسهل بقى ان شاء الله. هو هيسهل امتى؟ لما يبتدوا يبطلوا يعملوا عقم في حياه الاخرين. عقم انا عمال العقيم في حياتي، عقيم في علاقتي بامي، عقيم في علاقتي باختي، عقيم في علاقتي باصحابي، عقيم بعلاقتي بزمايلي، عقيم اللي هي بورق واقف المراكب السايره. لازم في بيتنا ابقى ما بخلفش. هو يا دكتور فعلا احنا يعني في حلقاتنا بالذات يوم الثلاث بيبقى كتير عندنا دكاتره، يعني طبعا بتبقى امراض بقى عادي عضويه وجسمانيه، وفعلا بقينا في كل حلقاتنا بنرجع الجانب النفسي. لازم. يعني بنتكلم طبعا عن كل الجوانب، بس فعلا الجانب النفسي ده بقى اساسي جدا 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 بشهاده الاطباء نفسهم، انه ليه تاثير على، هو بيغير خلايا في الجسم. يعني ما الخلايا السرطانيه عباره عن ايه؟ ما هي خلايا تغير هرمونات وغدد نتيجه عصبيه بالظبط كده، او كهرباء بتعلى وحاجات بالظبط نشط خلايا سرطانيه بالظبط يا دكتور. فانت ممكن طعم بقك يمرر، تحسي ان انت صاحيه الصبح لاقي طعم بقك ممرر. وخليني اقول لك ده مش بس كده كمان يا منال، ويمكن قلتها في حلقه قبل كده، البني ادم اللي فكره سلبي وبينطق سلب وكل حاجه، يعني من جوه من هنا القلب مش حلو. فبيحصل ايه؟ هتلاقي ريحه عرق وحشه حتى لو مستحمي. لان الجسم بيفرز سلبيات. لا اله الا الله. بيغلي. وانا لسه مستحميه، وتقدري تحطي بيرفيوم، جسمك يرفض كل البارفانات لان كل هرموناتك وغددك سلبيه. فتلاقي الريحه، ريحه البق، يعني في ناس تقول لك ايه ما تاكلش مش عارفه ايه قبل ما تنام عشان ريحه بقك، ملهاش علاقه. لان عمرك شفتي طفل ريحه بقه نفسه وحشه او ريحه عرق وحشه؟ لانه بيبي. وما هو عايز يلاغي ويلعب ويغغ ويضحك وكده، اللي هو المختزن عنده اللعب، وبتلاقيه بيضحك وهو بينام. لان هو المختزن عنده مامي بتلاعب مش عارفه ايه، ده المختزن. فهي نفس الحكايه، المختزن عندي لو ايجابي هتبقى ريحه جسمي. مش دعوه الناس تبطل تستحمى او تحط ايوه لكن يستحموا بس. لكن ده الكلام اللي دكتور غاده بتقوله ده كله يا جماعه يعني موثق علميا، يعني الكلام ده احنا بناخده من دكتور غاده اكيد يعني. خلينا احنا قدامنا 3-4 دقائق، عايزين بقى نطبق ده على يعني اللي ربنا بيقوله لنا، نصايح ربنا لينا. هل ربنا عايزنا نبقى كده ولا كده؟ واللي هي نقطة الابتلاء والحزن والكآبة، واحنا الدنيا وعشان نعاني ونتعذب عشان بقى في الأخيرة يعني في الجنة. عايزين نتكلم، هل ربنا عايز الإنسان يبقى طول الوقت سعيد ومنشرح ومتفائل وعنده حسن ظن بربنا، ولا عايزه طول الوقت يعني في الحالة بقى التانية عشان إن شاء الله لما يروح الجنة يحس بالسعادة؟ وهو ربنا هيعمل بعذابي في الدنيا أو في الآخر؟ ده ربنا جميل وطيب أوي أوي. وطب ربنا رحيم، يعني أنا لو ببص هيعمل إيه بعذابي دنيا ولا آخرة؟ هو ربنا موجود علشان يكرمني، وموجود عشان يرحمني ويغفر لي. فبالتالي هنا هو بعض ناس تقول لك إيه، هو ابتلاني ربنا اختبار. هو على فكرة مثلا لو لا قدر الله واحدة اتفسخت خطوبتها، لو لا قدر الله حد طلق راجل وست مثلا، حالة وفاة أرمل أو أرملة أو كده، عايزة أقول للناس لا قدر الله ابن ممكن يروح من الواحد، ربنا ما يوريها لحد. كل الحاجات دي أخذ عطية وعطاء عطية. جميلة الكلمة الجميلة دي قوي. لأن هو يوم لما بياخد حاجة من طريق ربنا مش ناقصه أنه ياخد حاجة أعطهاني أصلا، هو ناقصه. ده المعز. صحيح. ده مالك الملك. صحيح. تمام. فهو مش ناقص، مش هقول هيديني حاجة وياخدها مني. يعني ده مش ربنا، يبقى ده ربنا في الآخر. فهنا كون انه حشها عني، تعالي نسميه مش اخدها، حشها عني. او يعني قال لي الفتره دي كفايه مع الابن ده او الزوج ده او الوظيفه دي او المال ده او كده، هو هنا بينجيني من شيء. فاخده عطيه عطيه، وعطاء وعطيه لانه بيبدلني بخير وافضل ما عنده. ومره كنا بنحكي انا وانتي برضه، ما بنحكي ان برضه من كتر السلبيات بوصل لسلبيات في الدعاء. ده انا احنا وقتنا بيخلص، بس عايزاكي حضرتك تقولي سلبيات الدعاء. مش ان انا ادعي على حد، لكن ان انا
يعني ما بقاش متعشمة في ربنا خير. وده مرة في العمرة واحدة صديقة ليه كانت معايا فبتدعي بتقول يا رب عتبة من عتبات الجنة. فوقفتها قلت لها عتبة ليه؟ ليه ما تطلبيش قصر في الفردوس الأعلى؟ قالت لي أخجل. قلت لها تخجلي من إيه؟ ده الله، ده كريم. ادعي قول اللهم يا رب انعم علي بقصر في الفردوس الأعلى دون سابقة حساب ولا عذاب، جنبا إلى جنب، كتفا إلى كتف مع نبينا نبي الرحمة سيدنا رسول الله. الناس بتدعي من الدعاء السلبي، يقول لك اللهم إني لا أطلب منك رد قضاء ولكن أطلب منك اللطف بي. ليه لا أطلب منك رد قضاء؟ هو ربنا مش هيقدر؟ يقدر. فهنا إن أنا أدعي اللي هي الإيجابية في الدعاء لأنك عشمانة في الله، فتقولي اللهم إني أطلب منك، أطلب منك رد قضاء لأنه قادر يرد طبعا، وأطلب منك اللطف بي، مش ولكن، وأطلب منك. شايفة استبدال لكن غير و، أطلب منك غير لا أطلب منك. قد إيه الكلمة بتفرق، وقد إيه النهاردة يعني إن شاء الله نحاول كلنا إن إحنا نخرج، الكلام محتاج كلام أكتر ومحتاج قاعدة أكتر، محتاج وقت أكتر، محتاج الناس تسكت شوية علشان تفكر يا منال، تسكتوا عشان لما يسكتوا يفكر هيعرفوا يستبدلوا ما ينفعش بكلمة ينفع. صحيح. يعني كلام جميل، ويعني الإيجابية في كل حاجة حلوة، وربنا جميل. يعني أنا بقول في الآخر ربنا جميل، وديننا بسيط جدا جدا من أبسط ما يكون. فيا جماعة تفائلوا بالخير إن شاء الله تجدوه. وأنا عندي حسن ظن من عبدي بي فليظن بي ما شاء، زي ما دكتور غادة بتقول يعني احلموا وظنوا ربنا كريم قوي. بشكر جدا جدا دكتور غادة جمعة خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي، حقيقة بتنورينا ومش بس بتوحشينا، احنا في القعدة نفسها عايزينها طول، انت وحشانا في القعدة. في يا دكتور غادة تسلمي، كل سنة وانت بألف خير، وانت حبيش. كل الدنيا طيبة وجميلة، ربنا يخليك يا دكتور. خلصت حلقة